السلام عليكم وتحية طيبة مشاهدين. يبدو أن ما حصل قبل عدة أشهر مع المسلمين في فرنسا لم يكن مجرد رد على حادثة مقتل المدرس الذي عرض رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم كما اعتقد ذلك الأغلبية، بل إن الإجراءات التي اتخذت بعد ذلك تشير إلى أن هناك سياسة ممنهجة تقودها الحكومة الفرنسية والمعارضة على حد سواء في سابقة نادرا ما تحصل في تلك الدول. فالمعتاد أنه عندما تتخذ الحكومة قرارا أو تسن قانونا يثير جدلا تقف المعارضة على طرف نقيض من هذا القانون لكي تحظى بأصوات المخالفين له. لكن ما حصل في جمهورية الحريات الفرنسية هو أن زعيمة المعارضة الأبرز اتهمت القانون الذي قدمته الحكومة الفرنسية أو مشروع القانون بأنه يفتقد للشجاعة، وقدمت قانونا أشد تضييقا على جالية تعتبر الأكبر في فرنسا وفي أوروبا أيضا من حيث تشكل نحو 10% من الشعب الفرنسي. وإن أبرز ما جاء في القانون هو توسيع حظر الحجاب واللباس الذي تستتر به المرأة ليشمل الفضاء العام في البلاد، وهو يعني أن تجبر النساء على التعري ونبذ الحياء في بلد الحريات، لأنه حاليا في فرنسا يقتصر منع ارتداء الحجاب على المدارس، ويجب على موظفي الدولة التزام مبدأ الحياد إزاء الأديان. لكن يبدو أن ذلك لا يكفي، بل يجب على النساء أن تتعرى في كل الميادين والشوارع. وقالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إن لديها خطة للقضاء على الإيديولوجيات المتطرفة، وشبهت ما وصفته بالهجوم الإسلامي المتطرف شبهته بحرب شاملة وعالمية هي الأولى في القرن 21. لكن المثير للغرابة أن المقترح لا يعطي تعريفا للفكر الإسلامي المتطرف الذي يتحدثون عنه، لكنه يصفه بأنه غير متوافق مع الحقوق والحريات والمبادئ الواردة في الدستور الفرنسي عبر رفض احترام علمانية الدولة وعوامل الانفصال التي يحارض عليها. هذا ما تفرضه الحضارة والعلمانية على المسلمين في فرنسا. لكن للإنصاف ليس كل الفرنسيين موافقون على نهج الحكومة والمعارضة اليمينية المتطرفة، بل إن هناك تيارا ليس بالقليل يضم الكثير من المثقفين والسياسيين ورجال أعمال لهم وزنهم في فرنسا يرفضون هذا القانون الذي وصفوه بالعنصرية ومعاداة شريحة واسعة من الشعب الفرنسي. لكن يبدو أن ماكرون بعد أن رأى أن شعبية مارين لوبين واليمين المتطرف عموما في تصاعد حتى وصلت التوقعات إلى فوزها عليه في الانتخابات القادمة، وجد أن عليه ركوب موجة التعاطف مع اليمين لكسب المزيد من الأصوات تفاديا للخسارة المحتملة التي رجحتها بعض استطلاعات الرأي، مضحيا بذلك بآراء شريحة واسعة من الفرنسيين. فهل هو تكتيك انتخابي أم استراتيجية علمانية في مواجهة انتشار إسلامي واسع النطاق؟ وماذا لدى المسلمين هناك في مواجهة ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود تحت عنوان محاربة الانفصالية، انتهاكات متزايدة ضد المسلمين في فرنسا. سنتابع بعد هذا التقرير، ابقوا معنا مشاهدينا. ما تزال الحكومة الفرنسية تواصل تصعيد موقفها في وجه المسلمين، فلم تكتفي بالرسوم المسيئة للإسلام، بل بدأت بوضع خطوات جدية للتضييق على المسلمين المقيمين في فرنسا. من ذلك انطلق ما سمي بميثاق مبادئ شؤون المسلمين، بالإضافة إلى مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باسم مكافحة الإسلام الانفصالي. ويستهدف القانون المنتظر عرضه على الجمعية الوطنية بفرنسا في فبراير الجاري لاعتماده، يستهدف المسلمين بشكل خاص ويفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر
وكأنها مشكلة مزمنة، ويلزم هذا القانون فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل في بلاد يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامع. ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل التثقيف العلماني إلزامياً لكافة موظفي القطاع العام. من جانب آخر، واجه هذا القانون انتقادات واسعة من مؤسسات إنسانية ومن عديد المسلمين المقيمين في أوروبا. رئيس المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام بفرنسا عبد الله زكري أعلن في بيان الجمعة الماضية أن الاعتداءات على المسلمين في فرنسا ازدادت بنسبة 53% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019. كما لفت رئيس المرصد التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى أن الاعتداءات على المساجد زادت أيضاً بنسبة 35%، وأكد أن المسلمين يشعرون بالقلق من النظرة السلبية للفرنسيين تجاه الإسلام. جامع إقليم رون أصدر بياناً مستنكراً فيه ما سمي بميثاق مبادئ شؤون المسلمين، وأوضح أنه جزء من مشروع الإسلام الفرنسي الذي ينكر مقومات الإسلام الأساسية ويتنافى مع قيمه الأخلاقية. في غضون ذلك، أصدر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بياناً أيضاً شدد فيه على ضرورة عدم استخدام الإسلام لأغراض سياسية، وأكد كذلك أنهم معارضون تماماً لميثاق المبادئ وقانون الإسلاموفوبيا المعروف باسم قانون مكافحة الانفصالية. هذا وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، فحتى منتصف عام 2016 كان يعيش نحو 5,700,000 مسلم في فرنسا، بما يشكل نسبة تفوق 8% من مجموع السكان، مع توقعات بأن ترتفع إلى ما فوق 11% بحلول عام 2050 حسب إحصائيات مركز بيو للأبحاث. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامجكم عبر الحدود، بعنوان تحت شعار محاربة الانفصالية انتهاكات متزايدة ضد المسلمين في فرنسا. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام. معي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي زهير عطوف، أهلا بك أستاذ زهير. وأيضا من فرنسا الخبير في الشؤون السياسية عمر المرابط، ومن المغرب أحمد القاري المدون والباحث في أنظمة الحكم، ومن لبنان أحمد القصص الباحث الإسلامي والناشط السياسي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ عمر، لو بدأت معك وأنت في فرنسا ومهتم بهذا الموضوع، لو نعطي المشاهد ملامح سريعة عن مشروع القانون الذي سمي مكافحة الإسلام الانفصالي وميثاق مبادئ شؤون المسلمين أيضا. أولا شكرا على الاستضافة، وسعيد بأن أكون معكم في هذه القناة. الواقع أن هذا القانون جاء في إطار ما يمكن أن أسميه انتهازية سياسية للرئيس ماكرون، حيث أنه لاحظ بأن على يساره ليس هناك خصم كبير يمكن أن ينتعز منه الرئاسة في السنة المقبلة، وبالتالي حاول أن ويحاول أن يأخذ من اليمين واليمين المتطرف. هذا القانون جاء في خضم ظروف معينة، جاء في خضم أحداث إرهابية ضربت فرنسا، وبالتالي لا يمكنه أن يكون حتى من حيث الصورة موقفا سليما من الحكومة الفرنسية. سمعت تقديمكم وتحدثتم عن زعيمة الجبهة الوطنية ماري لوبان، لكن في اليسار هناك زعيم اليساري وهو مينوشو الذي تحدث أمس وقال بأن فرنسا التي كلما كان عندها مشكل جاءت لتضرب المسلمين وتتحدث عن وأعطى الأمثلة التي يذكرها هذا القانون. أولا لنقول أن من حق فرنسا
أن تنظم مسلميها، ومن حق فرنسا أن يكون لها قانون، ويمكن أن نمثل هذا القانون بالقانون الذي وقعه نابليون سنة 1807 مع اليهود، أو قبله في سنة 1801 مع الكاثوليك أو ما يسمى بالكونكوردا. لكن للأسف أنه بعد قرنين من الزمن يأتينا ماكرون ويحاول أن يطبق علينا ما طبقه نابليون منذ قرنين على اليهود. يعني في ذلك الوقت لم تكن هناك ديمقراطية، لم يكن حقوق الإنسان، لم تكن إعلام، لم يكن أي شيء من الذي نعيشه الآن. وجاء ليحاول أن يطبق علينا كل هذا بهذه الصيغة. فعلا في القانون لا يمكن أن نرفضه جملة وتفصيلا. في أشياء التي أقول أنه من حق فرنسا أن تنظم الجمعيات الإسلامية وأن تحارب، حتى نقولها بصراحة، التطرف. فالتطرف موجود داخل أوساط الجالية، ونحن نعرف بأن هناك العديد من أبناء الجالية ونظرا لضعف التأطير الديني ذهبوا وتطرفوا عندما يريدون أن يرجعوا إلى دينهم، فهم يتدينون بطريقة متطرفة. هذا صحيح، لكن في نفس الوقت يمكن أن نقول بأن المقاربة مقاربة غير سليمة. هذه المقاربة هي مقاربة أمنية بحتة، فهي مثلا توسع حظر الحجاب الذي كان ممنوعا في المدارس لتوسعه ليس فقط في الأماكن ما يسمى بالسيرفيس بيبليك، يعني الخدمات العامة، لكن أيضا حتى في بعض الشركات التي للدولة حصص كبرى فيها. أعطي مثال، يعني السكة الحديدية SNCF، فالسكة الحديدية مثلا مع اعتماد هذا القانون ستمنع على أي موظف أو أي موظفة أن تحمل الحجاب. لنكن واقعيين أيضا ونقول هو أنه دون هذا القانون كانت النساء في فرنسا اللواتي يحملن الحجاب يتعرضن لمضايقات، وكانت الشركات لا تقبل بتشغيلهن في جميع الحالات. إذن القانون إنما جاء ليكرس وضعية هشة للمسلمات اللواتي يحملن الحجاب. هذا القانون جاء أيضا ليضع بعض الشفافية في الجمعيات، وفعلا نقول بأن فرنسا وأن بعض الجمعيات يجب أن تكون شفافة في تعاملها. وهنا شخصيا أنا لست عندي معارضة في هذا الباب، لكن سأعود إليك أستاذ عمر، أنا سأعود إليك للحديث عن لنفسر أكثر الشفافية التي ذكرتها والتي يجب على الشركات أن تكون عليها. لكن اسمح لي أيضا أن أسأل الأستاذ أحمد القاري من المغرب. مارين لوبان قدمت مشروعا بعد أن وصفت مشروع الحكومة بأنه يفتقد إلى الشجاعة، قدمت مشروعا آخر لمحاربة الفكر المتطرف، لكنها لم تعرف ما هو الفكر المتطرف. هل لك أستاذ أحمد أن تضعنا في صورة ما تقصده مارين لوبين بالفكر المتطرف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد أن أكون معكم لنقاش هذا الموضوع الخطير ومهم جدا الذي ينبغي أن يكون أولوية. وعليكم السلام. للمسلمين في فرنسا وخارج فرنسا، مارين لوبين واضحة لا تخفي عداها للإسلام والمسلمين ولا تخفي تطرفها، وتجعل من الموضوع صديق على المسلمين الانتقاص من الإسلام موضوعا رئيسيا تجلب به أصوات المتطرفين وأصوات جزء من المجتمع الفرنسي. للأسف يضيق بأن يرى مجتمعا مختلفا معه، يضيق بأن يرى ناس يمارسون دينا مختلفا يريدون أن ينظموا أنفسهم في إطار مؤسسات يريدون حقوقهم كاملة، فهي منسجمة مع ذاتها في هذا الاتجاه. ولكنها وجدت أن الرئيس الفرنسي وحكومته يزايدون عليها، أنهم أصبحوا أكثر تطرفا منها في خطابهم، وأصبحوا يطالبون بما كانت هي لا تجرى على المطالبة به من تشريعات تضيق على حياة المسلمين اليومية البسيطة، على حقهم في أن يكون لهم ملابس مختلفة، طعام مختلف، في أن يدرسوا أبنائهم لغتهم، أن يدرسهم العربية أو التركية أو أي من اللغات التي تحدثها آباؤهم. فصارت مارين لوبين مضطرة بأن تعود إلى المزايدة،
لأن تتبنى خطابا يتضمن مقتضيات أكثر مما يرد في نص القانون المقدم للمناقشة في مجلس النواب الفرنسي حاليا، وهو قانون محاربة يسمونه محاربة الانفصالية. نعم، أنا أسف لأن الصوت ربما غير مفهوم قليلا، الاتصال متقطع من المصدر أستاذ أحمد القاري، لكن أرجو أن يكون فهمت أو أخذت الفكرة. أستاذ أحمد القصص، مساء الخير لك أيضا. يعني مشروع القانون أو منذ سن مشروع القانون أو حتى منذ أن حدثت مشكلة مقتل المدرس الذي عرض رسوما مسيئة، إلى الآن ازدادت الانتهاكات ضد المسلمين في فرنسا بنسبة 53% كما تقول التقارير. كيف نفسر ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. بداية أخي الكريم، يجب أن نذكر المشاهد الكريم، بل ربما كثير من الناس لا يعرفون، حتى نذكرهم وإنما نخبرهم، أن بداية إعلان ماكرون عن مشروع لمحاربة ما يسميه الانفصالية الإسلامية لم يأتي بعد مقتل باتي ذلك المدرس، وإنما كان قبل ذلك بأيام وربما بأسبوع أو أسابيع، لست أذكر تماما، ولكن المؤكد أن أول خطاب أعلن فيه ماكرون أنه بصدد إقرار مشروع، بصدد إقرار قانون لمحاربة الانفصالية الإسلامية، والآن غير اسم المشروع القانون، كان قبل مقتل المدرس. وبدأ آنذاك أن هذا الإعلان لمشروع القانون هذا أوجد نوعا من الامتعاض، ليس فقط عند المسلمين المتدينين، وليس فقط عند مسلمي فرنسا، وإنما أوجد امتعاضا حتى عند بعض السلطات الأوروبية، لا حبا بالمسلمين، ولكنهم يرون أن هذه الوسيلة في مواجهة الإسلام هي غير ناجعة. الجميع في أوروبا يفكرون معا في كيفية مواجهة التوسع الإسلامي والتوسع الديموغرافي الإسلامي ونمو الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية في أوروبا، ولكنهم ليسوا متفقين على أسلوب ماكرون بمواجهة الإسلام على هذا النحو. فبدأ يعني هنا وضعت علامات استفهام كبيرة على مقتل ذلك المدرس بعد ذلك، وكأن هذه الحادثة حصلت عمليا من أجل أن تعطي الزخم والشرعية لمشروع ماكرون هذا الذي يراد منه التضييق على المسلمين ومحاربة الإسلام من حيث هو إسلام، وليس كما يزعمون التطرف أو الانفصالية. فهم يرون أن الإسلام بطبيعته انفصالي، هم يرون ذلك، وهم يرون أن الإسلام بطبيعته، أو يزعمون ذلك دعنا نقول، وهم يرون أن الإسلام وفق وجهة نظرهم متطرف. فهنا دعني أسأل يعني سؤالا لضيفك الكريم من فرنسا، أن حين قال أن من حق فرنسا أن تحارب التطرف، هل من رجل قانون يعطينا تعريفا منضبطا للتطرف؟ لا نريد أن نعطي الفرنسيين ما يجعل لهم علينا سبيلا. نحن نقول على المسلم إن دخل بلدا بتأشيرة دخول فهو قد حصل على عهد أمان، فلا يجوز له أن يخالف القوانين ما لم يؤمر بمخالفة دينه أو بأن يتخلى عن شعائر دينه. فنحن فقهنا الإسلامي يأمرنا أن لا نخالف القانون ما دام لا يجبرنا على مخالفة ديننا. فهذا ما يجب أن يقال للمسلمين، أن لا تخالفوا عمليا القانون. أما محاربة التطرف فالإسلام من حيث هو إسلام بحد ذاته في نظر ماكرون ويعني الحضارة الغربية عموما أو الحكومات الغربية عموما هو تطرف. فلذلك يجب أن نكون دقيقين في هذا الموضوع. لماذا ازداد الاعتداء على المسلمين في فرنسا؟ بكل بساطة من وراء الدعاية التي قام بها ماكرون واليمين المتطرف العنصري في فرنسا، وتسليط الأضواء على بعض الممارسات، وكذلك هذه الحادثة التي حصلت والتي لم يتح لأحد أن يعرف كيف حصلت، لأن الذي اتهم بعملية القتل هذه قتل على الفور ككثير من عمليات القتل المرتبة التي
يقطع الطريق فيها إطلاقا لمعرفة كيف جرى هذا الأمر، بحيث يقتل من قيل إنه القاتل، سواء كان القاتل فعلا أو لم يكن، قد يكون قاتلا فعلا ولكنه دفع بأسلوب خبيث من جهات ومن أجل معينة، أو قد لا يكون هو القاتل. نعم. نحن لا نملك أي رواية غير رواية السلطة الأجهزة الأمنية الفرنسية. فبالطبع هذه الدعاية الواسعة ضد الإسلام والمسلمين من شأنها أن تؤدي إلى هذه الاعتداءات الواسعة. إذن سنحول سؤالك إلى الأستاذ عمر، لكن بعد أن أسأل ضيفي في الاستوديو الأستاذ زهير عطوف. أستاذ زهير، أنت من نوفينا، يعني أجلناك شوي لذلك لن تؤاخذنا. هل من حق فرنسا فعلا كجمهورية أن تسن قوانين ضد ما تعتبره انفصاليا، وماذا على المسلم إزاء تلك القوانين، المسلم الذي يعيش في فرنسا؟ والله إذا كنا في دولة علمانية تدعي العلمانية، فما ليس من حقها أن تسن هذه القوانين، لأنه ماذا تعني العلمانية في الأصل؟ العلمانية هو أن تكون لك نفس المساحة ونفس المسافة من جميع الأديان وجميع الأقليات الدينية في البلد. اليوم فرنسا بالعكس تتخذ هذا القرار ضد المسلمين. هل يستطيع ماكرون ماري لوبان زعيمة الحزب المتطرف أن تقوم بهذه القوانين ضد اليهود في فرنسا؟ هل تستطيع أن تقوم الحكومة الفرنسية بقوانين ضد الهولوكوست في فرنسا؟ هل يستطيع ذلك أن يقوم ضد المسيحيين الموجودين في فرنسا؟ لا يستطيع. ولكن في اعتقادي، لأن الآن فرنسا أو المسلمين في فرنسا هي أكبر جالية في دولة أوروبية من الدول الغربية، وبالتالي هناك قوة حقيقية من ناحية العدد موجود. هذا المشكل كما قلت، أنه هذه العلمانية التي تسمى في فرنسا هي علمانية متطرفة إن صح التعبير، علمانية لها تاريخ للأسف الشديد ولها بعد إيديولوجي أخطر من العلمانية الأنجلو ساكسونية التي هي موجودة في بريطانيا وموجودة في أمريكا. علمانية يعني تأخذ نفس المسافة كما قلت من جميع الأديان، علمانية يعني خفيفة، ليس علمانية شاملة كما توجد في فرنسا الآن. وللأسف الشديد ماكرون يدعي بأنه حزب ليبرالي جمهورية إلى الأمام. ما يتخذ الآن ماكرون من هذه الأساليب التي يستعملها، هذه الآليات التي والقوانين التي يسنها، هو ينحى نحو التطرف، نحو حزب اليمين المتطرف، بمعنى أننا ممكن نقول أن ماكرون هو حزبه أصبح حزب يمين متطرف باسم سياسي من الوسط، يعني خرج. نعم، لكنه الآن ما يتخذه الآن هذا الرجل الآن يعني نرى قوانين أنه يمين نحو الحزاب المتطرفة. الرجل ليس قضية إسلام وقضية مسلم، الرجل الأسهم بتاعه بدأت تنخفض في الانتخابات، فالرجل يريد أن يكون له صوت. والانتخابات يعني هناك يعني تقريبا حوالي سنة ونص، أقل من سنة ونص هناك انتخابات رئاسية، فالرجل يريد أن يرفع أسهم هذا الحزب بتاع جمهورية الإمام. فأعتقد أنه الأمر سياسي أكثر منه عنده علاقة بالمسلمين. القوانين التي الآن يسنها الرجل قوانين خطيرة، بالعكس أنه الآن المسلمين وهذه المؤسسات التي تحاول الدولة الفرنسية أن تطبق عليها مجموعة من القوانين هي التي تساهم في تقطير المسلمين هناك، ولا يخرج إلى التطرف، بالعكس بالمجان يقومون بهذه الأشياء. وكثير أنا ذهبت إلى فرنسا وزرت كثير من المؤسسات تما، وكان محاضرات الناس تساهم في يعتبر أنفسهم أصلا فرنسيين، لأنهم كثير منهم فرنسيين أصل فرنسيين، ويساهمون في تقطير المسلمين هناك ومن غير المسلمون الجدد، بدل أن يذهبوا إلى طوائف أخرى وإلى جماعات أخرى متطرفة. فبالعكس أنه هؤلاء فرنسيين يحبون فرنسا، ولكن للأسف الشديد ربما السياسة، الفرنسيين هم متسالمين في اعتقادهم متسامحين مع المسلمين، لكن السياسيين بدواعي سياسية بدواعي الانتخابية يقوم بهذه الأشياء، خاصة بعد استطلاعات الرأي التي تحدثت عن ارتفاع شعبية مارين لوبين في الفترة الأخيرة. صحيح. وبعضها رجح فوزها في الانتخابات القادمة. أستاذ عمر المرابط، تحدثت قبل قليل عن أنه يجب على بعض المؤسسات أن تكون على مستوى من الشفافية مطلوب، ماذا تقصد بذلك؟ دعني أستاذ قبل أن أجيب على سؤالك أن أرد على بعض تدخلات ضيوفك الكرام، والواقع أنني لست متفق مع الثلاثة في بعض النقاط. أولا يعني حتى ربما نبدأ نقطة أطلع معكم على القناة،
أنا كنت نائب عمدة ومنتمي لحزب ماكرون، يعني فالكلام الذي قاله الأخ زهير بأن حزب ماكرون سيتحول لليمين المتطرف هذا غير صحيح البتة. نحن في بلد ديمقراطي مهما، لكن هذا اسمح لي أن أقاطعك أستاذ عمر، هذا الخطوات التي تتخذها ماكرون. تحليلات للفورين بوليسي والواشنطن بوست أيضا يحللون أن ماكرون يريد كسب أصوات اليمين. ليس لا، هناك فرق بين مواقف الرئيس ومواقف الحزب. نحن نعرف بأن نحن في بلد ديمقراطي، والدليل أنا لم أجي هنا لكي أدافع عن فرنسا أو أهاجم فرنسا، فكوني يعني مسلم وأحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية سأكون أنا أكون موضوعيا. الموضوعية تقتضي أن نقول الحق كما أعتقده أنا كمسلم، ولو كان هذا ربما ضد ما الواقع أو ضد ما أريده أنا. أولا النقطة الأولى، التطرف موجود، فأنا شخصيا أسكن أمام قبالة مسجد، والمتطرفين أراهم كل يوم ولا يحترمون القانون، بل أنهم يأتون ويأخذون الطريق وهو طريق ممنوع حتى يأتون المسجد، لا يحترمون أي شيء. فالتطرف موجود ومنابع التطرف موجودة. إذن نتفق، ثم الدفاع عن المسلمين وعن الإسلام بإنكار التطرف هذا هو الذي يجعل بعض الفرنسيين يجعلون كل المسلمين في نفس القفة. أعتقد أن الفكرة لم نفهم الفكرة بالضبط أستاذ عمر، أنت تقول أن هناك بعض المصلين يأتون إلى المسجد. ماذا تعني بالتطرف؟ يعني ماذا؟ الصوت غير واضح. الفكرة التي ذكرتها أن هناك أمامك مسجد ومصلين يأتون إلى المسجد، ماذا يفعلون حتى نقول أنهم متطرفين؟ لم نفهم الفكرة بالضبط. يعني أنا أعطيك مثال بسيط. مرة في الانتخابات الماضية كنت ومعروف عني أنني أرتاد المسجد، ذهبت إلى المسجد والتقيت فرنسيا ذي أصول فرنسية، فقلت له هل ذهبت إلى الانتخابات؟ قال لي بكل صراحة وبكل قوة، يعني الديمقراطية حرام وأنا لا أشارك الكفار ديمقراطيتهم وعلينا الهجوم عليهم وكذا وكذا. فهذا الفكر المتطرف موجود في التصرفات وما يقع من الأحداث الإرهابية، حتى لا نكون حتى لا نتبنى نظرية المؤامرة في كل شيء. يعني المؤامرة موجودة لكن يجب أن لا نتبناها في كل شيء. وفعلا كما قال الأستاذ من لبنان الأستاذ أحمد القصص، ففعلا أن ماكرون خطابه كان قبل الضربة الإرهابية التي ضربت باتي، لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننكر بأن بين المسلمين من يريد أن يدافع على المسلمين لكن لا يحسن، يعني يصح في حقهم المثل العربي المعروف على أهلها جنت براقش، يعني أنهم يريدون أن يدافعوا على الإسلام والمسلمين فيفعلون عكس ما يراد منهم. هذا أول. بالنسبة للشفافية، فعلا هناك ضبابية عند بعض الجمعيات. أنا أعرف أن بعض الجمعيات لا نعرف مداخلها ولا كيف تتلقى الأموال، ونحن نعرف بأن هذه خاصة تنتمي إلى تيار معين وهو التيار الوهابي السلفي، حتى أقولها بكل وضوح، والذي كان يتلقى أموال، والذي فعلا أنه حتى في تصرفاته وحتى في تمظهره صح التعبير أن يعني مثلا الفرنسيين عندما يرون نساء بالنقاب الأسود وبهذا اللباس هم يخافون. لا أنا أقول بأن فرنسا ديمقراطيتها سمحت بأن يكون في فرنسا 3000 مسجد. يعني تصوروا لو مثلا في المغرب ولا السعودية ولا غير ذلك نشأ 3000 يعني الكنيسة، ماذا كنا سنقول نحن المسلمين؟ إذا حتى نكون واقعيين هناك. طيب أستاذ عمر يعني هناك أيضا حاخامات من اليهود يلبسون السواد ويضعون قبعات غريبة الشكل، غريبة حتى عن المجتمع الفرنسي، ولهم لحى طويلة، أليس هذا شبيها بالنساء اللواتي يلبسن السواد؟ نعم 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 نعم، لا هذا موجود، وحتى هؤلاء لا يقبلنا غير مقبولون من طرف المجتمع الفرنسي. يعني مارين لوبان هي وريثة أبيها جوماري لوبان والذي كان يعادي اليهود وكان معروفا عنهم معاداته، هي تحولت لانتهاز سياسي فقط. ثم حتى يعني أرد على الأخ الأستاذ زهير عطوف بالنسبة لليهود، اليهود أنا قلت في كلامي اذهبوا إلى الاتفاق الذي تم
بين فرنسا وبين اليهود وما فرضه نابليون على اليهود سنة 1807. اذهبوا إلى الكونكوردا وكيف أن نابليون نفسه أدخل سجن البابا بيوس الثاني عشر. يعني هذه أمور يجب أن نعرفها، يعني فهذا تاريخ يعيد، يعني التاريخ يعود نفسه. وعلمانية فرنسا هي علمانية متطرفة، ليست هي علمانية إنجلترا. علمانية إنجلترا تسمح بالطائفية أو ما يسمى بالكومنوتاريزم، فرنسا لا تسمح بذلك. فرنسا تريد للمسلمين أن، وبعضهم يريدون أن يتخلوا عن الإسلام حتى يكونوا مسلمين كما تريد فرنسا، كما قال فرانسوا بورغا وهو مفكر ومستشرق معروف، قال يعني أنه أن بعض الفرنسيين يريدون من المسلمين أن لا يظهر عليهم لا صيام رمضان ولا الصلاة ولا غير ذلك، يعني أن يبقوا اسما دون مسمى. وهذا واقع. فبالتالي يجب أن نقف الموقف الوسط الذي يسمح بالدفاع عن المسلمين، ونقول ثم نبدأ بالدفاع عن هذا كحق من حقوق الإنسان، كحق من حقوق الديمقراطية، كحق من حقوق الحرية. لأننا إذا رجعنا وتمقعنا وكان التمترس خلف الدين، سيجيء من سيقول لك إذا كان هذا الدين فنحن لا نعترف بالدين الكاثوليكي ولا المسيحي ولا اليهودي. سنرى أستاذ عمر، المقاربة يجب أن تكون مقاربتنا للدفاع عن الإسلام والمسلمين في الغرب عموما وفي فرنسا خاصة، مقاربة تتبنى حقوق الإنسان، المبادئ العامة لحقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية، حرية المرأة إلى ذلك. ثم أستاذ عمر أنا سأعطي أيضا حق للضيوف لمناقشة هذا الكلام، لا أريد أن تتحول الحلقة إلى سجال، ولكن ربما يكون الرد على بعض الأفكار أو الأجوبة من طرف لطرف أفضل من الأسئلة التقليدية. لكن بعد أن أستعرض بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدث بها الناس حول موضوع القانون أو مشروع القانون الجديد في فرنسا، التغريدة الأولى من الدكتور عبد الله اليحيى يقول: فرنسا تمادت في موقفها من الإسلام، وليس أمام المسلم إلا المقاطعة، وسوف تؤدبها ولن تضرك، قاطعوا المنتجات الفرنسية. أيضا تغريدة أخرى من الدكتور هشام برغش يقول: عداء فرنسا للإسلام أهم ثوابتها، فهي رأس الحربة في الحملات الصليبية في القديم، فمن أصل 13 حملة صليبية ضد المسلمين خرجت 11 منها من فرنسا وحدها، وهي اليوم رأس الحربة في تأجيج العداء ضد الإسلام والمسلمين. لذا فإن مقاطعة المنتجات الفرنسية، هذا الهاشتاج، ينبغي أن تكون منهج حياة لكل من ينتمي لهذا الدين. أيضا تغريدة من الدكتور محمد الصغير يقول: مرت 3 أشهر على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وما زالت فرنسا مصرة على حرب الإسلام والتضييق على المسلمين، فهل سنصبر على نصرة الحق في مواجهة تمادي أهل الباطل، أم أن طول العهد ينسي؟ أيضا سعد التركماني يقول: فرنسا تتمادى في عداوتها للإسلام، إغلاق المزيد من المساجد وتركيع المسلمين للقانون الجديد الذي ينص على إخضاع نصوص الإسلام للقانون الفرنسي، ألا يستحق منا الشدة والغلظة مع فرنسا؟ وأيضا التغريدة الأخيرة من الدكتورة ليلى حمدان تقول: مؤسسات دولية لحقوق الإنسان تتهم فرنسا بانتهاك حقوق المسلمين الأساسية وتنتقدها بشدة، هذا صوت يجب أن يعلو وينتشر ليتحول لقناعة بين الجميع وتنفضح قيم الجمهورية العنصرية البائسة، لذلك مواصلة فضح جرائم فرنسا بحق المسلمين وكشف تناقضاتها مهمة لكل مسلم يجتمع هنا. وأيضا تردد هاشتاج مقاطعة المنتجات الفرنسية. الحقيقة تغريدات في غالبها ربما كلها ضد هذه السياسة الفرنسية. مشروع القانون الجديد ربما أجج مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم على حسب ما نرى في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك من يقول أن من حق فرنسا حفظ بعض مبادئ الجمهورية لديها، والتيار الآخر أو المقابل يقول أن هذا تعدي على الحريات الدينية وليس حفظ حق فرنسا في العلمانية. أستاذ أحمد القاري
وأنت معنا من المغرب والجالية المغربية في فرنسا، ربما كبيرة جدا، ربما أكبر الجاليات. ما هو الواقع الذي لاحظته بين المسلمين المغاربة ضد أو في مقابل مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة؟ سيد أحمد القاري، هل أنت معنا؟ أتمنى أن يكون الصوت واضحا الآن. أولا ملاحظة، هو أنه في فرنسا تناقض كبير على من مظاهره أن خطاب ماكرون الذي أعلن فيه حملته ضد ناس النهضة الانتفاضية الإسلامية، الخطاب الأول كان يوم 18 فبراير من مدينة ميلوز الفرنسية، وهي مدينة ما زالت خاضعة للكونكوردات الذي ذكره الأستاذ عمر المراد، كونكوردات 1801 اتفاقية نابليون مع البابا، والتي اضطر نابليون في النهاية فيها إلى أن يقبل شروط البابا. مع الأسف سيد أحمد الصوت ضعيف جدا ولا يكاد يصل، يعني نحن لم نفهم معظم الكلام الذي قلته، أتمنى أن تحل المشكلة من هل الصوت مسموع الآن؟ الصوت هناك مشكلة في سماع الصوت. هل الصوت الآن مسموع؟ نعم الآن جيد. جيد جيد. الفكرة التي أردت أن أذكرها هي أن فرنسا تعاني من تناقضات كبيرة، من بينها مثلا أن ماكرون ألقى خطابه الأول حول ما سماه الانتفاضة الإسلامية يوم 18 فبراير من مدينة ميلوز الفرنسية، وهي مدينة ما تزال خاضعة لكونكوردات 1801، خارجة عن نطاق نفوذ قانون 1905 وفصل الكنائس عن الدولة. منطقة ألزاس لورين كلها تاريخية التي كانت تسمى ألزاس لورين كلها في فرنسا ليست خاضعة لنظام العلمانية أو اللائكية الفرنسية، ما تزال الدولة فيها تصرف على الكنائس وتصرف عليها، وما تزال المدارس فيها تدرس تربية دينية. بلدية ميلوز هذه تقول في موقعها بكل صراحة أنها لا تطبق الفصل بين الكنائس والدولة. هذا مثال من أمثلة التناقض الموجود في الحالة الفرنسية، وهو تناقض علينا أن نفهمه ونبحث فيه. بالنسبة لرد فعل الفرد في المغرب تجاه هذا القانون، هناك استياء كبير، لأن قانون الانفصالية ارتبط بإساءة للإسلام ولرموز الإسلام وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن ماكرون والحكومة الفرنسية والمتحمسين بقانون محاربة الانفصالية كشفوا نواياهم السيئة حين خلطوا الأمر بمسألة الإساءة لرموز الإسلامية ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عليه إجماع بالنسبة للمسلمين ولا يمكن قبوله. العلاقة بين الشعوب وبين الأمم وبين الأديان يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وليس على الإساءة. الإساءة ليست مقبولة بأي حال من الأحوال. نعم. المسلمون في فرنسا تطوروا كثيرا في السنوات الأخيرة في تنظيم أنفسهم، في العمل الخيري، في المساجد. وجود آلاف المساجد في فرنسا أمر طبيعي، ويجب أن لا يكون منة من أحد على المسلمين. هم جزء من المجتمع الفرنسي ولهم الحق قانونيا في أن ينظموا أنفسهم. هم يصرفون على هذه المساجد من أموالهم وليس من أموال الحكومة، وهم ليسوا تابعين للنظام الخارجي عكس الكنائس الكاثوليكية التي تتبع جميعها لنفوذ البابا مباشرة. هو رئيس دولة خارجية التي هي دولة الفاتيكان. ففي الحالة الإسلامية ليس هناك جهة مركزية تتحكم في المسلمين. لكن ليست المسألة تخص فقط الإنفاق وهذه المسائل، هناك أيضا يعني أستاذ أحمد القصص، أنت كنت تتحدث قبل قليل عن الالتزام بالقوانين وفق ما لا يخالف الدين، لكن ما رأيك بكلام عمر المرابط الذي يقول أنك أنت أتيت إلى فرنسا وهذه الفيزا التي أخذتها أو تأشيرة الدخول أو حتى الجنسية أو حتى الإقامة
هي اتفاق بينك وبين غير المسلمين، خلينا نقول بينك وبين فرنسا، ويجب عليك أن تلتزم بالقوانين. يعني إذا كان هناك انتخابات فيجب عليك أن تدلي بصوتك، وإذا كان كذا، خاصة أنك فرنسي ومتمتع بهذه بجنسية هذه البلاد. ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني صراحة الأخ عمر أكد لي ما كنت أقوله من ميوعة تعبير التطرف. عدم مخالفة القانون شيء، وأن أذعن لطريقة العيش الفرنسية شيء آخر. انظر، الأخ عمر وجد في الامتناع عن التصويت تطرفا، لأن الذي امتنع مسلم، بينما حين يمتنع جزء كبير من الشعب الفرنسي عن التصويت فهذا يكون ديمقراطيا. بعض الدول العريقة الديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية، من يصوتون في الانتخابات الرئاسية هم أقل من 50% غالبا، خلاف هذا الموسم الذي كان هناك فيه إقبال هائل على الانتخابات في حالة الانقسام المجتمعي الذي رأيناه. إذن نحن هنا أمام مشكلة، أنه حتى من صفوفنا هناك من يريد للمسلمين أن يذعنوا لطريقة العيش الغربية، وأن يقدموا سلفة للغربيين بأن يتنازلوا عن قناعاتهم وعن ثقافتهم. أنا نعم، حين أدخل فرنسا علي أن ألتزم قوانينها ما دمت قد دخلت بعهد أمان، بعقد أمان، لأنني أخذت تأشيرة الدخول. ولكن حتى يعني حتى المثال الآخر الذي ضربه، إن شكل المرأة التي تلبس السواد هو شكل مخيف. يا أخي، أنا حين أرى هبيين أيضا أخاف من شكلهم، فليصدروا قوانين تمنع الهبيين من الظهور بهذا المظهر. وحين أرى امرأة شبه عارية تسير في الطريق فإنني أصاب بالهلع على ديني وبلدي الذي أيضا بأن يشرعوا قوانين تفرض على الفرنسيات اللباس المحتشم وربما أيضا اللباس الشرعي. هنا ننعطف إلى قضية متعلقة في هذا الموضوع في غاية الأهمية، ألا وهي أننا على الرغم من أننا نرفض الاعتداء علينا وعلى إسلامنا وعلى عقيدتنا وشعائرنا من أي مصدر ومن أي منطلق كانت، سواء من علمانية أو من غير علمانية، سواء من علمانية معتدلة أو من علمانية متطرفة، ولكنني أسجل هنا أنهم يكذبون، ماكرون وكل الذين يحاربون الإسلام على طريقته الآن يكذبون حين يزعمون أنهم ينطلقون في محاربة مظاهر الإسلام في أوروبا من منطلق العلمانية. العلمانية من حيث هي فلسفة حياة لا تفرض إطلاقا أن يمنع الناس من إظهار شعائرهم، من أن يرتدون ما يريدون، ومن أن يكون لهم ثقافتهم التي يحبون ما داموا يلتزمون القوانين. العلمانية تقول بأن يفصل الدين عن السياسة. وهل ترى المسلمين هنالك يفرضون قوانين؟ بل هل يملكون أصلا أي قدرة على أن يفرضوا شيئا من القوانين ليدخلوا إسلامهم في السياسة الفرنسية أو في التشريع الفرنسي أو ما شكل ذلك؟ منطلق هؤلاء ليس العلمانية، منطلقهم عنصرية بغيضة وضعت تصب عينيها عداء أساسيا للإسلام. طبعا هذه العنصرية يدعمها في الواقع ما يرى بأم العين من أن الإسلام يتوسع ديموغرافيا وفكريا من حيث كثرة عدد المعتنقين للإسلام، ومما صرح به وزير الداخلية تعليقا على هذا القانون الذي يراد له أن يقر في هذا الشهر، أننا ننظر إلى البعيد وليس فقط إلى المخالفات والإساءات الموجودة الآن. ما هو البعيد الذي يقصده؟ ما يقصده أن البعيد هو الذي يأتي بعد عدة عقود وربما قبل، من أن الإسلام سيتفوق على يعني عدد المسلمين سيتفوق يعني سيفوق عدد الأوروبيين الأصليين بسبب الاختلال الديموغرافي من حيث هم ينقصون والمسلمون يتكاثرون، وأيضا من حيث جاذبية الإسلام التي تؤدي إلى اعتناق عشرات الألوف سنويا في أوروبا على صعيد أوروبا للإسلام. يعني إذا هي استراتيجية بعيدة كما أسلفنا في بداية الحلقة، بعيدة المدى لمواجهة إسلام ينتشر بشكل سريع. أنا أريد أن أعطي أيضا ما تبقى من الوقت للأستاذ زهير معي في الاستوديو، وأنا آسف جدا لأني لن أستطيع أن أعطي الوقت للأستاذ عمر للرد أيضا والتعبير عن رأيه. أستاذ زهير، يعني المسألة بين أخذ وجذب كما رأيت، يعني
يقول البعض أنه ينزعج، حتى وزير الداخلية الفرنسي أعتقد صرح بذلك، من منظر النساء اللواتي يلبسن السواد، بينما يقول الرجل المسلم أنه أيضا لا يرضى أن يشاهد امرأة عارية أو شبه عارية أيضا في الشارع. من الذي يحكم بين هذا وذاك؟ وقبل ما نجاوبك على السؤال، التفاعل مع الأستاذ مرابط لأنه هو كان التفاعل مع طرحه، لأنه حقا عندما تكلمت على الماكرو تكلمت على لما تكلم على أنه حزب يتحول إلى أنه حزب متطرف، إنما هناك تحول في الخطاب بتاع ماكرو إلى التطرف، وهذا كنا نلاحظه في الأحزاب المتطرفة. اليوم ماكرو يتبنى هذا الخطاب. نعم، وهو وافقك في هذا الكلام. نعم، ماكرو هذا ما قصدته، ربما لم يكن الزاوية التي نظر كل واحد منها، ولكن هذا ما قصدته، أنه عندما يقول ماكرو أن الإسلام يعيش أزمة، أليس هذا؟ عندما يقول أن الإسلام يعيش أزمة، أليس هذا؟ هذا كلام وإتي هذا من رأس الدولة الفرنسية. لو أتى هذا الكلام من طرف ماري روبان أو أتى من طرف أحد الأحزاب أو حتى أحد الوزراء، رأس الدولة الفرنسية الذي يحمي علمانيتها يقول بأن الإسلام يعيش أزمة. أنا في اعتقاد هو الرجل أكثر من ذلك، أنه تبنى حتى رسومات إيبدو، هذه مجلة شارلي إيبدو، ويعني وصورها في أحد مباني الحكومية. الرجل هو يتبنى هذا الأمر، هذا ليس فقط يعني شيء عابر، وإنما الرجل من خلال من مجموعة من الأعمال التراكمية الرجل يتبنى، بالعكس يتبنى ويهاجم. أنا أعتقد أنه ماكرو الآن يكون في المقدمة أيضا. نعم، والآن كما قلت هو عنده حسابات سياسية في ذلك. ماكرو يهرب من أزمة داخلية، من أزمات بتاعه، من أزمة إلى أزمة. احنا نفتحها أزمة تدني شعبيته، تدني شعبيته إلى من أزمة إلى أزمة. يعني فشل في انتخابات بتاع يونيو الماضي، اليوم وأيضا الأزمة الداخلية التي كانت عنده بتاع ما يسمى بالسترات الصفراء التي شهور وهي يعني تتظاهر داخل فرنسا. أكثر من ذلك، ثم القانون الذي يقيد حرية الصحفيين أيضا قبل نعم شهر تقريبا، ثم جاءت كورونا، أزمة في كورونا، فضربت فرنسا من الدول التي يعني أصابت اقتصادها وأصابتها، ولاحظنا بالإضافة للمقاطعة مقاطعة، بمعنى أنه الرجل يعاني ويعاني، وبالتالي هو من أجل أن يكسب أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة عليه أن يوجه سهامه إلى الإسلام وللمسلمين وإلى الفئة إلى الطبقات المسلمة الموجودة في فرنسا. أنا في اعتقادي أنه هذا التناقض مع العلمانية التي تدعي فرنسا أنها تتبناها، علمانية بلد الأنوار يتخذ هذا المواقف، في اعتقادي أنا عار أنه يتخذ هذا الأمر، وبالتالي أنا في اعتقادي أن الكل يعيش في سلام. فرنسا علمانية تأسست من أجل أن كل الشرائع وكل فئات المجتمع باختلاف طوائفها ومعتقداتها يعني لابد أن تعيش في أمان وسلام بكل أريحية. نعم. أنا يعني على طلب السيد عمر المرابط أريد أن أعطيه ما تبقى من الوقت، زدنا قليلا في الوقت. أستاذ عمر تفضل، يعني الردود كثرت عليك ربما، لكن يا ريت أهمها يعني حتى أكون واضحا، لأن هناك أيضا ميثاق المبادئ والذي أمضته بعض المنظمات الإسلامية، وشخصيا أنا عندي مؤاخذات عليه وكتبت عليه. أنا الذي أريد أقول، أنا كتبت مقالا نشرته واسمه الإسلاميون بين الثابت والمتحول في السياسة. هنا الخطاب السياسي يجب أن نغير الخطاب السياسي، لأن ما قاله الأخ أحمد القصص من لبنان وهو يتحدث عن امتناع التصويت، الامتناع عن التصويت حق لكل مواطن، لكن أن تنطلق في فرنسا التي تعادي الدين بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة وتقول أنا لا أصوت لأن أعتبر ذلك كفرا، هنا مربط الفرس عند العنصريين. إذن يجب أن لو قال لهذا الشخص أنا لا أثق في السياسيين وأعتبر من السياسيين انتهازيين وكذا 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 لكان مفهوما، لكن الانطلاق من النصوص الدينية هذا الذي يخيف الغير. وما قلتموه عن الرؤية المستقبلية لفرنسا وللغرب عامة هذا صحيح، لكن عندما نرى بعض خطباء الجمعة الذين يتحدثون ويرفعون أكف الضراعة ويقولون اللهم اجعل فرنسا مسلمة والشرطة الفرنسية تسجل ذلك، يجب أن نكون واعين، أن تكون عندنا يعني قناعة ومعرفة واحترام لرأي الأغلبية. نحن الآن فئة وأقلية في هذه البلدان، وعلى الأقل
إذا كان الإسلام سينتشر وهذه مشيئة الله لا نعرفها ماذا 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 سيكون. شكرا لك عمر، لكن يجب أن نكون واضحين في معاملاتنا، أن نكون أن ننطلق من مبادئ متفق عليها حتى مع الغرب نفسه. شكرا لك عمر المراد. أنا أسأل سؤال، يعني ما المشكلة في أن يدعي الإنسان ما يريد أن يدعو ربه به، أن يجعل فرنسا مسلمة ولا يجعلها يهودية؟ يعني أنا مالي ومال الشخص اللي بيدعي ربه في منه لحاله، لكن لم يتبقى لدي المزيد من الوقت. شكرا لك. أتحدث عن خطباء الجمعة الذين يعاب عليهم ذلك، لأننا في بلد لا أعتقد أن وهذا الذي أجبر بعض المنظمات الإسلامية على إمضاء ميثاق هم ليسوا بمتفقين بمحتوى. نعم، الخبير في الشؤون السياسية عمر المرابط كنت معنا من فرنسا. شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا من المغرب المدون والباحث في أنظمة الحكم أحمد القاري، والباحث الإسلامي والناشط السياسي من طرابلس في لبنان أحمد القصص، والشكر أيضا لضيفنا في الاستوديو زهير عطوف الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وأشكركم مشاهدينا على هذه المتابعة الطيبة، إلى لقاء آخر بإذن الله. Yeah.